فهو اسم العشرة تبقى كلنا يعني عارفين اسمه هبش استراد ديزيز. الهبش استراد ديزيز ده اكتر تيجي ومتحول للمرايا. طبعا بلاقي برضه فيها جدا مفيش ستور موجوده. لو قلنا لو انا عملت له بي ار يعني جابت ريزوليشن الاقي ان ده عادي الدنيا مفتوحه مش شايف الشرايط. فبكتشف ان هو عنده هبش استراد ديزيز. يبقى هبش استراد ديزيز يعني مفيش جاي يعني ما جاتش من اليوم. لا صراحه ما حضرتش الموبايل خالص مش فاكر او مش عارف. تاني حاجه موجوده عندي اسمها انترفيرنت ايرس. الانترفيرنت ايرس دي عباره عن ايه؟ انا مش لسه قايل لكم ان كان في ميمبرين اسمه ايه ده ميمبرين اللي هو اصله كان ميمبرين اسمه كلها ميمبرين والايه الميمبرين ده هيفرقع وهتبقى الدنيا بتكمل مع العالم الخارجي. طيب لو ما فرقعش ايه ده ميمبرين يحصل حاجه اسمها انترفيرنت ايرس. انترفيرنت ايرس دي مشكله بسيطه جدا. ليه؟ عنده
معلوش لك حكينس يعني حصل. What?
الى اكستنتي يعني. انما لو بقى لاترال التريم موقف بنوع مفهوش مشكله. فالمشكله الحقيقه تحصل بعد الدرجه. لان البلاستيك هي اللي بتصرف الجوانب. يبقى كل المشاكل اللي انا هكتشفها بعد الولاده. الحمل ماشي كويس جدا وبقى بعد الولاده باي لاترال اجينيسيس. طبعا ده يؤدي لحاجات بروسلاين. وحد يعمل بلاست سيلولا. يبقى عندنا هنا لينا اجينيسيس. يبقى ما تخلقش سباق على ناحيه واحده او على ناحيتين. يعني الحاجة الثانية ما تطلعش يبقى اسمها ايه بالكلمة؟ انا الدنيا موجودة في مكان وحشة اليوم ده بتاعها بتصرف وبقدر يعني مفيش مشكلة قوي موجودة. بس معرفة الألوان اللي مطلوبة. أنا فاكر أيام أنا كنت طالب يعني سنة 85 سنة ثانية كان في دكتور مسالي كان قاعد ليا بيقول ليه محلل يعني ده دكتور يعني. إيه المشكلة اللي موجودة؟ المشكلة اللي هو فلقى في ناس موجودة في الجنس. فطبعا فكر في ايه؟ قال لك شو رأى في فرح شارع وهي بدل ايه؟ كل كده. انما المشكلة الثانية يا شباب ان العيال كان عنده اجنس على الحياة. Thank you.
يعني عملها تدريب يعني مش هيبقى عندنا بعد كده المشكلة اللي هي كده بتاعتها اسمها كونجنتال والاستيكتيف ذيس كومن ان انتوا بتقروا الاتنين هي عبارة عن مالتيبل اوسيس يعني عبارة عن كويس الله زي ما انتوا شايفينها كده Yeah.
سبيكس وإيدي سبيكس. أول كلمة تكون سبيكس يعني أخر. هايبرو يعني تحت. دايكيس بتاع الليل. طبعا كلكم عارفين أو يعني ما أعرفش أنا هتكلم في الفيديو ولا لأ، أكيد هتقول إن شاء الله. إن في يوريثرا موجودة هنا. لما كانت اليوريثرا مفتوحة من تحت يعني فاتحة على العلب الخارجي من ناحية الفلتر سيرفيس أو الإنتيريور سيرفيس يعني. لا تعني السحرية. يقول لك يا جماعة أول ما توصل للبلاد
الحاجة اللي أنا عايز أقولها للشباب وأكد عليها إن إحنا لغاية اليوم الـ 42 إحنا في مرحلة بيسموها الديفرنت ونات. يعني إيه الديفرنت ونات؟ يعني إحنا في مرحلة مش متميزة. إحنا لا ليه ولا تميز. لغاية اليوم الـ 42 وبعد كده بيحصل التميز بتاعنا سواء كمان أو خلال. لو القاعدة بتاعتي بتقول إن إحنا متميزين في سكة Yeah.
لكن من هو الشباب هو الثلاث ولاد بتاعك يا عيال. انا عارف ان النص الكبير هيقع على نفسه دلوقتي والنص الكبير الثاني هيحب يتجوز واحده ولا حسب الكتاب واعرض على السؤال. أول شيء بقولك إتوزع البطيخة. أنا حازم إني بقول كده. طبعا يروح فرح طبعا ببعض فرحان طبعا العيال وموضوع خلص
كلمة بايكوريوت يعني معناها بعضين، كوريوت يعني عرض، وسلوميتري هون يعني في عرض منهم سلوميتري شوية. لو حصل الحمل في الحتة دي ما فيش مشكلة خالص بالنسبة لي، إنما لو حصل الحمل في المنطقة دي يا شباب دي مشكلة بالنسبة لي، لأن ما بيجيبوش مساحة للفوق. فتلاقي كل شوية الجنين على الجنب فالجنب فالجنب عند الشهر الرابع بيفاجئ على الجنب راس وتجيب الإمرجنسي يا شباب يلحقها يا ما لحقهاش. يبقى عندنا يوترس والإندوميتري هون يعني في أرض من الأرضين كان الإندوميتري يعني فرق شوية في الغرفان كده. عندي ثلاث مصايب زي بعضهم خالص موجودين. أول مصيبة أتريزيا أو فاجاينا. إيه يعني هو؟ ما تخليش الفاجاينا. الدور فتح على الأقل خليج الطرش. أو أتريزيا أوف ذا سيرفيس. يعني معناها السيرفيس ما تخلعش. أو إنفريت الهايل، يعني الهايل ما بيعديش ده. يبقى عندنا هنا المصايب كلها شيء حاجة ما تنسيتش الواحدة. إن واحدة